عايز بس اقول انه البطولة دي تحديدا اللي هي بطولة 33 ما ينفعش نقدمها بالشكل المعتاد اللي احنا اعتدنا عليه في كل بطولة افريقيا سابقة. يعني ما ينفعش نقول البطولة هتبدأ وابرز المرشحين للفوز باللقب وابرز النجوم وكده، يعني الكلام العادي يعني، لانها بطولة استثنائية، بطولة يعني كانت شهدت صراع بين افريقيا واوروبا. فعندك وقت احكي لك الحكايه في الصراع الاول قبل ما نخش في البطوله؟ انا طول ما انا قاعد مع حضرتك بيبقى عندي وقت، ماشي. انا بقعد كده ايه، مشاهد وليس مقدم برامج، بقعد استمتع يعني. فاتفضل حضرتك. الحكايه بدات بانديه اوروبا مش عايزه البطوله تتلعب في الوقت ده علشان نجوم كتيره جدا بيلعبوا في انديه انجلترا وفرنسا بالتحديد. صحيح. فبدات الانديه تضغط على الاتحاد الافريقي انه يأجل البطوله الى وقت اخر بعيد عن الدوريات الاوروبيه. صحيح. الاتحاد الافريقي رفض. فبدأ الاعلام الاوروبي حرب غريبه جدا على الكاميرون وعلى البطوله. فبدأ الاول الكلام على انه الكاميرون الانديه خايفه على لعيبتها من اوميكرون وانه في وباء في الكاميرون ف مش هينفع البطوله تتلعب وهم خايفين على لعيبتهم فمش هيقدروا يبعتوا لعيبتهم. فالكاميرون ردت وقالت انه عدد حالات الاو مايكرون في اوروبا اكتر من افريقيا. صحيح. وبعدين الغريب بقى انه الدوريات الاوروبيه اللي اتاثرت وماتشات في الدوري الانجليزي هي اللي اتلغت عشان او مايكرون. فشلت حكايه او مايكرون. فبدا فجاه الاعلام الاوروبي برضو او الانجليزي والفرنساوي بالتحديد تذكروا فجاه ان الكاميرون فيها اضطرابات سياسيه وفيها احداث وفيها عنف وفيها ارهاب وانه ما لازم نخاف على نجوم افريقيا من اللعب في هذه الاجواء. المهم فشلت كل المحاولات دي. فبعد الامل الاخير ايه هو انفانتينو. وانفانتينو من ناحيته كان سعيد جدا ان هو يلبي مطالب الانديه الاوروبيه علشان حاجتين. الحاجة الأولانية أوروبا غضبان عليه عشان عايز يعمل المونديال كل سنتين. وتشيفرن رئيس الاتحاد الأوروبي عمل حرب مع رئيس أمريكا اللاتينية وهدده بالانسحاب من كأس العالم. فإنفانتينو لقاها فرصة إنه يغازل أوروبا ويسترضيها ويحقق لها مطالبها بتأجيل بطولة أفريقيا. في نفس الوقت كان إنفانتينو معتبر ان افريقيا دي بجيبه، يعني هو المن على الكاف وهو اللي عايز يعمل بطوله العالم المونديال كل سنتين عشان هيدي افريقيا فلوس اكتر. صحيح. وهيعمل دوري السوبر في افريقيا وهيعمل حاجات كتير لافريقيا، فكان عنده يعني ضمانه 100% ان افريقيا لن ترفض له طلب. صحيح. ففوجئ انفانتينو بانه في افارقه رافضين يلعبوا دور عرايس الماريونات اللي يحركها صوابع انفانتينو. هايل. فوجئ انفانتينو بافريقيا بتقوله لا. فكانت يمكن اكبر لا، او مش اكبر يعني ثالث اكبر لا في تاريخ افريقيا للفيفا. عشان كده يعني البطوله دي ليها وضع خاص جدا وليها مقدمه كمان لازم تبقى خاصه جدا بيها، لانه افريقيا انتصرت على اوروبا وعلى الفيفا. وده يجرنا للعداء الطويل جدا بين افريقيا وبين الفيفا اللي من خلاله بطوله الامم اتعملت. اول حاجه عايز اقولها انه مثلا بطوله امريكا اللاتينيه بدات 1916 في الارجنتين، وبطوله اسيا بدات في هونج كونج سنه 56، وبطوله اوروبا بدأت سنة 60. فلما بتيجي بطولة أفريقيا تعمل 57 فتبقى هي المفروض الثالثة. كل إعلام أوروبا لو أنت فتحته هتلاقي يقول لك إن بطولة أوروبا هي البطولة الثالثة في التاريخ بعد أمريكا اللاتينية وبعد آسيا. مفيش أفريقيا. هي يمكن دي حاجة صغيرة لكن تعكس اللي أنا عايز أقوله، إنه أوروبا دائما عندها نبرة تعالي على الكرة الأفريقية. صحيح. فبدأ بقى الحكاية في يونيو 54. كان في رودولف ويليام، ده كان رابع رئيس للفيفا.
وكان اجتماع في برن الجمعية العمومية للفيفا، وعايز يحقق أمنية كانت لجور ريمي اللي بدأ كأس العالم بأنه يبقى فيه ممثل لأفريقيا في اللجنة التنفيذية للفيفا. فعبد العزيز سالم ووفد من أفريقيا عرضوا الفكرة وطلبوا إن هم ينضموا ويبقى فيه مقعد لأفريقيا في المكتب التنفيذي. قام مندوب الأرجنتين وثار جدا ورفض هذا الاقتراح، وقال الأفارقة يكفيهم شرف إن هم بيلعبوا معانا في بطولات كأس العالم، لكن مش من حقهم يشاركونا في إدارة كرة القدم في العالم، وإن الأفارقة ناس هواة ولا يرقوا إلى إن هم يقعدوا معانا على الترابيزة في القرارات التي تخص كرة القدم. فوقف محمد عبد الحليم محمد مندوب السودان أو ممثل السودان أو رئيس الاتحاد السوداني، وألقى خطاب يعني بليغ في عدالة كرة القدم وفي حق أفريقيا في إنها تكون موجودة. وأصر مندوب الأرجنتين وبعض الدول الأوروبية على إنه أفريقيا لأ. فطلع عرضوا الأمر للتصويت، وقعد مندوب الأرجنتين يلف على أوروبا وأمريكا اللاتينية أثناء الساعة اللي قبل التصويت يحاول يقنعهم برفض هذا الاقتراح، ففشل. وعبد العزيز سالم وعبد الحليم محمد وتسيمة من أثيوبيا نجحوا في الحصول على هذا الحق، وأصبح عبد العزيز سالم أول أفريقي يبقى عضو في المكتب التنفيذي للفيفا. بدأ الصراع، وعبد العزيز سالم جه بعد كده رئيس الفيفا أرثر دروري الإنجليزي، فكان داخل الانتخابات، فعبد العزيز سالم قال له أنا أضمن لك أصوات الأربع دول الأفريقية اللي هي مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب أفريقيا لو أنت وافقت إن احنا نأسس اتحاد أفريقي. وبالفعل اتأسس الاتحاد الأفريقي وبدأ الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا. فالبطولة ولدت أولا ضد رغبة أوروبا، ضد عدم احترام أوروبا للكرة الأفريقية، فكانت شيء مهم جدا إن أفريقيا تبدأ بطولة الأمم بتاعتها يعني. عظيم.